بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أما بعد أعزائي الطلبة، واستكمالا للفيديو الأول السابق والذي قد تناولنا فيه بنية الكرة الأرضية ومختلف طبقاتها وأبعادها، اليوم سأقوم بعرض الفيديو الثاني والذي خصصته للحديث على استغلال المعطيات السيسمولوجية لدعم نموذج بنية الأرض المقترحة والتي وضحناها سابقا. إذن في التمهيد، كنا سابقا قد تكلمنا على طريقتين، الطريقة المباشرة قلنا عن طريق الحفر والتنقيب والغوص ومكاشف الصخور إلى آخره، وطريقة أخرى غير مباشرة عن طريق استعمال علم الزلازل. أول حاجة في التمهيد مكنت الطريقة غير المباشرة والتي تعتمد على علم الزلازل، قلنا هذه التسمية تسمى بالدراسة السيسمولوجية، مكنت من تحديد الحالات الفيزيائية لمختلف طبقات الكرة الأرضية التي تعرفنا عليها سابقا، وكذلك معرفة أبعادها وحدودها. العنوان الأول في درس اليوم هو تحليل انتشار الموجات الزلزالية عبر مختلف مستويات الكرة الأرضية. والموجات الزلزالية كما سبق ودرنا لها الإشارة في الفيديو الأول السابق، قلنا أن الموجات الزلزالية هي موجتين راح نركز عليهم، الموجات الزلزالية بي والموجات الزلزالية اس، اللي عرفناها في الفيديو الأول، ولكن للتذكير فقط نقول أنه الموجات الزلزالية البي بريمير الأولية تنتشر في جميع الأوساط مهما كانت حالتها الفيزيائية، وقلنا الحالة الفيزيائية للأوساط قد تكون إما صلبة سائلة لزيجة، أو نقول على كلمة لزيجة عندها كلمة مرادفة لدينة أو مطاطية، وقد تكون أيضا حالة غازية، في حين أن النوع الثاني من الموجات الزلزالية S الثانوية سيكوندير تنتشر فقط في الأوساط الصلبة. لأن الوثيقة تسعة صفحة 277 تمثل منحنى سرعة انتشار الموجات الزلزالية P و S بدلالة العمق داخل الكرة الأرضية، هي هذه الوثيقة، نقدر نروح الكتاب الوثيقة 9 صفحة 277 ونشوف ونتبع الوثيقة هذه مع بعض. الآن للتذكير فقط لدينا الرسم التخطيط التالي والذي تعرفنا عليه سابقا، إذا نجد من الأعلى إلى الأسفل القشرة الأرضية باللون الأخضر، تلي القشرة الأرضية من الأسفل المعطف العلوي، وقلنا أن المعطف العلوي يحتوي على جزئين، الجزء الأول هو البرنوس العلوي الليتوسفيري، يوجد أسفل البرنوس الليتوسفيري البرنوس الأستينوسفيري، أسفله المعطف السفلي، يليه ولا تليه النواة الخارجية، وأخيرا النواة الداخلية. الآن بالرجوع إلى الوثيقة 9 صفحة 277، الآن الرسم التخطيطي هذا فقط هو كمراجعة فقط للبنية الداخلية للكرة الأرضية اللي درناها المرة اللي فاتت. الوثيقة تسعى الآن صفحة 277 اللي كنت أشرت لها في الشريحة اللي قبل هذه، اللي رايحين نهضر عليها اليوم. الآن هذه الوثيقة عندي معلم، الآن بغرض تحديد الطبيعة الفيزيائية لطبقات الكرة الأرضية، وكذلك معرفة وكما قلت الطبيعة الفيزيائية نقصد بها إما صلبة سائلة أو غازية لدينة، وإلا نقول عليها لزجة أو مطاطية، ومعرفة اليوم حاجة جديدة يسموها معرفة الانقطاعات، ومعرفة مختلف الانقطاعات نعتمد على الوثيقة 9 صفحة 277 اللي كنت هضرت عليها. الآن سرعة الوثيقة هذه وش تمثل؟ إذن عندي الوثيقة التالية المنحنية، الآن
عندي الوثيقة 9/277 توضح منحنيين لتغيرات سرعة الموجات الزلزالية بدلالة العمق داخل الكرة الأرضية. يعني شوف، أنا عندي عمق 0، 1000، 2000، 3000 إلى غاية 6000، وهنا قلت أنا آخر عمق هو 6400 اللي هدرت عليه المرة اللي فاتت، وقلت يمثل نصف قطر الكرة الأرضية. وعليه نلاحظ أول حاجة من خلال المنحنى هذا، نلاحظ أنه عندي الموجات الزلزالية اللي راح نتكلم عليها هي الموجات الزلزالية الأولية B والموجات الزلزالية الثانوية S. نبدأ في ذكر أول حاجة التغيرات. ركز معي، إذا من خلال الوثيقة هذه كامل نقدر نلقى نوعين من التغيرات. التغيرات هذه أنا راح نقولها الساعة هكا، ومن بعد راح نشرح كل تغير على حدة. نوعين من التغيرات. التغيرات الأولى تسمى التغيرات المفاجئة، وهذه راح نقول عليها بعد. أنه عندي ثلاث تغيرات: تغير على عمق 30 كيلومتر، 2900 كيلومتر، 5100. النوع الثاني من التغيرات التغيرات التدريجية. أنا راح نبدأ بالتغيرات المفاجئة. المهم ركز معايا، لأنه التغيرات المفاجئة وإلا التغير المفاجئ، واش نقصد به؟ نقصد به الزيادة أو التناقص السريع في سرعة الموجات الزلزالية الأولية B والثانوية S. ويعيد التعريف: التغير المفاجئ هو الزيادة السريعة أو التناقص السريع في سرعة الموجات الزلزالية B و S. الآن واش راني نلاحظ؟ أول حاجة وجود تغيرات مفاجئة لسرعة انتشار الموجات الزلزالية بي و اس. أول حاجة كي نشوف الوثيقة هذه واش نلقى؟ نلقى أنه عندي مثلا الموجات الزلزالية بي باللون الأسود والاس باللون الأحمر. نشوف أنه هناك زيادة ثم تناقص مفاجئ، عفوا ارتفاع مفاجئ لهنا. الارتفاع المفاجئ هذا لسرعة موجات بي و اس يكون في حدود 30 كيلومتر، يعني هنا لو كندير اسقاط نلقاها في حدود 30 كيلومتر. ثم الموجات بي و اس يتزايدان الى غاية العمق 2900، اين سنسجل انخفاض فجائي لسرعة الموجة بي فقط، وانعدام تام الموجات الزلزالية اس. يعني هنا نشوف باللي من العمق 2900 حتى العمق 5100 هذا كامل، ولاحظ فقط تسجيل الموجة باللون الأسود هي بي، والأس ما كانش يعني اختفت. الآن بداية من العمق 5100 كيلومتر واش راني نلاحظ؟ نلاحظ أنه هناك ارتفاع فجائي للموجات الزلزالية أس و بي، وهذا كامل في حدود هذا العمق 5100. إذن أعيد مرة أخرى، إذن من خلال الوثيقة، إذن قلنا وجود نوعين من، نعود نرجع، نوعين من التغيرات: المفاجئة والتغيرات الأخرى هي التدريجية. نبدأ بالمفاجئة. إذن وجود تغيرات مفاجئة لسرعة انتشار الموجات الزلزالية P الأولية و S الثانوية. التغير المفاجئ الأول هو ارتفاع مفاجئ لسرعة الموجات P و S في حدود 30 كيلومتر هي لهنا. الانخفاض مفاجئ لسرعة الموجة بي، هنشوف بلي بي تنخفض هنا، وانعدام تام في سرعة الموجة اس، وهذا كامل في حدود 2900 كيلومتر. الآن نلاحظ أن هناك تغير ثالث، وهو ارتفاع فجائي لسرعة الموجات بي واس في حدود 5100، حيث تزداد البي ثم تثبت تقريبا، وعندي هنا اس تعاود الظهور بعدما اختفت في المجال من 2900 كيلومتر الى 5100 كيلومتر. الان كي نحب نفسر، اذا اردت تفسير التغيرات الفجائيه، اذا هذا يفسر مثلا عند 30، قلنا التغير او المفاجئ الزياده عند 30، التناقص عند 2900، والزياده المفاجئه عند 5100 كيلومتر في سرعه الموجات بي و اس. فهذا يفسر بتغير الحاله الفيزيائيه للوسط، او تغير التركيب المعدني للصخر، او كلاهما معا.
أعيد، إذن يفسر تغير، يفسر تغير تغير الحالة في، يفسر تغير المفاجئ لسرعة انتشار الموجات الزلزالية بي و اس. هي من الأفضل أنه مثلا كي نكون أنا نشرح، من الأفضل أنه كل تلميذ وكل تلميذ وطالب عنده قدامه ستيلو وكراس وراه يكتب. إذا قلت التغيرات الثلاثة المفاجئة اللي هضرت عليها، قلت هي ثلاثة: ارتفاع مفاجئ 30 كيلومتر، انخفاض فجائي 2900 كيلومتر، وارتفاع فجائي في 5100. الآن إذا طلب تفسير هذه التغيرات، قلت يوجد ثلاث تفسيرات. التفسير الأول يفسر تغير الحالة الفيزيائية للوسط، أو بتغير تركيب المعدن للصخر، وإلا بكلا التغيرين، يعني كلا تغير الحالة الفيزيائية للوسط وتغير تركيب المعدن للصخر. واضح صح. نعطيكم مثال، مثلا في نهاية الفيديو إن شاء الله راح نعرف أن القشرة الأرضية، القشرة الأرضية هذه هي من طبيعة صلبة، طبيعة فيزيائية صلبة. كي نقول القشرة الأرضية يعني نقصد بها القشرة المحيطية والقشرة القارية، والبرنس، البرنس ككل، البرنس صلب. إذا كي نقول القشرة الأرضية والقشرة والبرنس صلب، هنا ما كانش اختلاف في الحالة الفيزيائية، باسكو راهو القشرة الأرضية والبرنس في زوج صلبين. في حين أنه القشرة الأرضية في الفيديو السابق، في الفيديو إن شاء الله اللاحق، راح نعرف بلي القشرة الأرضية، في القشرة القارية يوجد صخر الجرانيت، أما القشرة المحيطية بها صخر البازلت وصخر آخر يسمى صخر الجابرو. أما البرنوس العلوي والسفلي، نلقاو أن البرنوس يحتوي على صخر واحد يسمى صخر البيريدوتيت. كي نقول أنه هنا عندي صخور وهنا عندي صخر آخر يختلف، إذن نقول أنه التركيب المعدني للصخر هو الذي يختلف. إذن وجود ارتفاع فجائي في سرعة موجات البي و اس في حدود 30 كيلومتر، يعني في الحدود لهنا هذه كامل، باش يفسر باختلاف التركيب المعدني للصخور المكونة للقشرة الأرضية والبرنوس. بكل بساطة نروح للتفسير الثاني الآن. الانخفاض المفاجئ لسرعة الموجة بي، و انخفاض ثم انعدام الموجات الزلزالية S على عمق 2900. الآن بما أن S اختفت من 2900 حتى 5100، فهذا يفسر بأن هذا المجال من 2900 إلى غاية 5100 والذي يوافق النواة الخارجية هو من طبيعة سائلة. علاش؟ لأن الموجات الزلزالية S قلنا مرة اللي فاتت تنتشر فقط في الأوساط الفيزيائية الصلبة. لا علينا. إذا عند العمق 2900 يفسر هذا باختلاف الطبيعة الفيزيائية للبرنوس. أول حاجة البرنوس صلب والنواة الخارجية واش نقول عليها سائلة. اختلاف يعني حالة فيزيائية، راح ننتقل من منطقة صلبة إلى منطقة سائلة، إلى طبقة أو منطقة أو طبقة. إذن الانتقال من الصلب إلى السائل وهو اختلاف حالة فيزيائية هو الذي سيفسر انخفاض شكون سرعة الموجات الزلزالية بي و اس. بالإضافة كاين تفسير آخر، المعطف أو البرنوس يحتوي على صخر البيريدوتيت، في حين أن النواة الخارجية تحتوي على عناصر معدنية هي النيكل Ni والحديد Fe، وكذلك يمكن إضافة عنصر الكبريت S. إذن هناك تفسيران لتغير انخفاض فجائي لسرعة الموجة B وانعدام سرعة الموجة S في حدود 2900 كما قلت. إذن المعطف بصخر البيريدوتيت والنواة الخارجية بها عناصر كيميائية هي النيكل الحديد والكبريت، وهو اختلاف في التركيب المعدني بين الطبقتين، كذلك اختلاف الحالة الفيزيائية، فالمعطف صلب أما النواة الخارجية سائلة. وقلت سائلة هذا نظرا لاختفاء ماذا الموجات الزلزالية S وهي لا تنتشر
في المناطق السائلة، بل تنتشر في الأوساط الصلبة فقط. آخر تغير مفاجئ لسرعة الموجات الزلزالية بي و اس يكون على عمق 5100، حيث نلاحظ ارتفاع فجائي لسرعتي الموجات بي و اس، وهذا يرجع إلى اختلاف الحالة الفيزيائية للطبقتين في النواة الخارجية. نظرا لغياب الموجات اس في المجال هذا هي سائلة، أما النواة الداخلية نلاحظ أنه عندي الموجات بي والموجات اس. البي تنتشر في جميع الأوساط والاس تنتشر فقط في الصلبة، إذا النواة الداخلية صلبة. الانتقال من وسط سائل إلى وسط صلب راح يدير لي هذا التغير الفجائي في السرعة، لذلك تزداد سرعة الموجات بي واس في عند عمق 5100 كيلومتر. إذا التفسير عند 5100 كيلومتر يفسر باختلاف الحالة الفيزيائية للنواة الخارجية والنواة الداخلية. واضح. الآن ملاحظة فقط، سرعة الموجات الزلزالية بي و اس تكون كبيرة في الأوساط الصلبة ومتناقصة، يعني مقارنة بالأوساط الصلبة في الأوساط السائلة. لاحظ معي مثلا هنا الموجات بي و اس راح تزداد سرعتها، شوف مثلا بي سرعة متزايدة، وعندك هنا مثلا في الوسط السائل اللي هو في طبقة السائل من 2900 حتى 5100، نلاحظ أنه الموجات الزلزالية بي راح تناقص السرعة نتاعها، وبالتالي فقط نلاحظ أنه الملاحظة اللي قلتها دوكا، السرعة تكون كبيرة في الأوساط الصلبة مقارنة بالأوساط السائلة. الآن بالإضافة فقط إلى التغيرات المفاجئة للسرعة واللي حددتها وقلت عددها 3، نعاود فقط نذكر بهم. قلت عندي تغير مفاجئ للسرعة على عمق، العمق الأول هو على 30 كيلومتر وهو ارتفاع مفاجئ 30 كيلومتر. التغير الثاني المفاجئ للسرعة على عمق 2900، والتغير الثالث على 5100. إذا يوجد 3 تغيرات مفاجئة للسرعة عند 30 كيلومتر، 2900 كيلومتر، و 5100 كيلومتر. لأن كما قلت في السابق، بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة توجد تغيرات أخرى تسمى التغيرات التدريجية لسرعة انتشار موجات زلزالية. الآن نعود فقط، قلت التغيرات المفاجئة هذه هدرت عليها خلاص، قلت عددها 3. الآن التغيرات التدريجية هذه راح نهضر عليها. التغيرات التدريجية هذه يعود التغير التدريجي لسرعة انتشار موجات الزلزالية إلى تغير كثافة الوسط. هذه التغيرات التدريجية هاي مثلا لهنا باريكزومبل الموجات بي موجات اس، شوف لهنا هذا تغير تدريجي، كيف هذا تغير تدريجي في البي، هذا تغير تدريجي، تغير تدريجي، واضح. انا فقط باش تدير لا ديفيرونس، يعني الاختلاف بين التغير التدريجي والتغير المفاجئ. التغيرات المفاجئة هاي نفروها هذوك، عندك التغير الاول ها هنا 30، التغير الثاني 2900، التغير المفاجئ الثالث والاخير 5100. تسمى التغيرات المفاجئه، حطها في راسك راهي 3 تغيرات، صح. لان التغيرات التدريجيه هاي لك، هذا مثلا تغير تدريجي، كيف هذا هذا وهذا وهذا. التغيرات التدريجيه اذا طلب التفسير يعود الى تغير كثافه الوسط. الان هي تغير كثافه الوسط، هذا التغير التدريجي سهل، يعني ما فيش يعني بزاف امور تفصيليه. وعليه التغيرات التدريجيه واش نقول عليها، كلما زاد، لاحظ معي هنا مثلا 0 كيلومتر، كل ما زاد العمق، سمعني رايح للنواه الداخليه، كل ما زاد العمق تزداد كثافه العناصر. سما كل ما نهبت من القشره الارضيه ناحيه النواه الداخليه حتى تكون عندي عناصر معدنيه جديده. اذا كلما زاد العمق، دون معي، كلما زاد العمق زادت كثافه العناصر المشكله للصخور. واذا زادت كثافه العناصر المشكله للصخور، هنا لازم العبد يقول باللي اذا زادت الكثافه تزداد السرعه الموجات الزلزاليه بي و اس. واضح.
نعودها فقط. إذا قلت كلما زاد العمق، يعني بانتقالنا من القشرة الأرضية 0 كيلومتر إلى غاية النواة الداخلية آخر عمق، هضرت عليه المرة اللي فاتت، نصف الكرة نصف القطر هو 6400. كلما زاد العمق تزداد كثافة العناصر المشكلة للصخور، وعليه تزداد سرعة الموجات الزلزالية. المهم الآن نقول أنه راح نعود نذكرك فقط، قلت يوجد نوعين من التغيرات. التغيرات المفاجئة عددها 3، وتعود أساسا في تعود تغير مفاجئ في سرعة انتشار الموجات الزلزالية إلى تغير الحالة الفيزيائية للوسط، أو تغير التركيب المعدني للصخر، أو كلاهما معا. كلاهما نقص بها في الحالة الفيزيائية والحالة الكيميائية اللي هي تغير التركيب المعدني للصخر. النوع الثاني من التغيرات وهو التغير التدريجي، والذي يعود إلى تغير تدريجي لسرعة انتشار الموجات الزلزالية إلى تغير كثافة الوسط. وقلت أن الكثافة تزداد كثافة الوسط كلما زاد العمق فقط. الآن نمر إلى الحالة النقطة الموالية، هي الاستنتاج. بعد تحليل الوثيقة هذه ككل وإبراز أنه هناك نوعين من التغيرات المفاجئة والتدريجية، نقول أنه لازم نخرج باستنتاج. إذا الاستنتاج، لاحظ معي جيدا، التغير المفاجئ لسرعة انتشار الموجات الزلزالية على أعماق محددة، اللي هي قلت التغيرات المفاجئة عددها 3 اللي هدرت عليها مقبل، يعني راح دوكا نعاودها. 30 كيلومتر، 2900 كيلومتر، و5100 كيلومتر، يعكس وجود 3 انقطاعات أساسية. يعني التغيرات المفاجئة 30، 2900، 5100، هذه في 3 نسموها الانقطاعات. الانقطاع عند 30 يسمى انقطاع موهو، انقطاع عند 2900 غوتنبرغ، 5100 انقطاع ليما. ويدل على انتقال موجة زلزالية من طبقة إلى أخرى تختلف عن بعضها البعض من حيث التركيب الكيميائي والمعدني، الكثافة، وكذلك الحالة الفيزيائية، مما يؤكد وجود أربعة مستويات. نقصد بها القشرة، البرنوس، النواة الخارجية، ثم النواة الداخلية. تفصيلها 3 انقطاعات، اللي هي انقطاع موهو عند 30 كيلومتر، غوتنبرغ 2900 كيلومتر، وانقطاع الأخير انقطاع ليمان 5100 كيلومتر. الآن كملاحظة فقط، أنه نقول أنه انتشار الموجات الزلزالية آس في 3 مستويات. شكون هنا مقبل في الوثيقة 9 صفحة 277، لاحظنا أن الموجات الزلزالية آس تنتشر في 3 مستويات، اللي هي نلقاو آس منتشرة في القشرة الأرضية، نلقاو آس منتشرة في البرنوس، ونلقاو آس كفيف منتشرة في النواة الداخلية. وجود آس في 3 مستويات اللي هي القشرة، البرنوس، والنواة الداخلية يدل على أن هذه 3 مستويات ذات طبيعة صلبة. الآن اختفاء الموجات الزلزالية آس، يعني عدم انتشارها على مستوى النواة الخارجية. مقبل كي شفنا وثيقة 9 صفحة 277 شفنا أنه آس تختفي بداية من العمق 2900 إلى غاية 5100. إذن 2900 5100 هذا المجال، وإلا العمق هذا هو مكان وجود النواة الخارجية، وبالتالي النواة الخارجية هي من طبيعة فيزيائية سائلة. واضح. الآن بذكر الحالات الفيزيائية صلبة، سائلة، لزجة إلى آخره، إذا لاحظ معي الحالات الفيزيائية لطبقات الكرة الأرضية. الحالات الفيزيائية لطبقات الكرة الأرضية حددت من خلال الموجات الزلزالية S. لماذا؟ لأنه S تنتشر في الأوساط الصلبة فقط، في حين أن الموجات P الزلزالية تنتشر في جميع الأوساط. لا علينا، الحالات الفيزيائية طبقات الكرة الأرضية. إذا الطبقة الأولى هي القشرة الأرضية، بالعودة إلى وثيقة 9 نلقاو أن S تنتشر في القشرة الأرضية كيف البي، وبالتالي القشرة الأرضية من حالة فيزيائية صلبة. كيف S لقيناها منتشرة في البرنوس، وبالتالي البرنوس من حالة فيزيائية هو الآخر صلب.
إذن البر الصلب. لاحظنا كيف في الوثيقة 9 لاحظنا اختفاء الأس في المجال من 2900 كيلومتر إلى 5100 يوافق مكان تواجد النواة الخارجية. إذن اختفاء أس في النواة الخارجية هو دليل على أن النواة الخارجية من طبيعة فيزيائية سائلة. آخر طبقة هي النواة الداخلية، إذا لاحظنا فيها وجود البي والأس معا، ومنه النواة الخارجية الداخلية نظرا لوجود الموجات الزلزالية أس، إذا نقول أن النواة الداخلية صلبة. إذا أعيد فقط، إذا الحالات الفيزيائية لطبقات الكرة الأرضية، القشرة، البرنس، النواة الخارجية، النواة الداخلية، عندنا 4 مستويات، 3 القشرة، البرنس، والنواة الداخلية صلبة، ما عدا النواة الخارجية سائلة. وقلت أن الحالات الفيزيائية لطبقات الكرة الأرضية قد حددت من خلال الموجات الزلزالية أس فقط، لأنها التي تنتشر في الأوساط الصلبة ولا تنتشر في الأوساط السائلة. لذا لاحظنا أنه في النواة الخارجية من 2900 إلى غاية 5100 لاحظنا أنه الموجات الزلزالية أس تختفي هذا المجال، لذا قلنا أنه النواة الخارجية سائلة. الآن عودت رجعت للرسم التخطيطي للبنية الداخلية للكرة الأرضية. هنا فقط راح نعرف وندير إضافة حاجة أخرى، لأن كما عرفنا القشرة الأرضية تتكون من قشرة قارية وقشرة محيطية. الآن تحتها الريدة أو البرنس أو المعطف، قلنا فيه البرنس الليتوسفيري، الأستينوسفيري، المعطف السفلي. الآن النواة عندنا خارجية وعندنا داخلية. الآن هذه كامل من طبيعة فيزيائية صلبة، ما عدا النواة الخارجية البلاصة هذه من 1900 إلى 5100 قلت أنه من طبيعة سائلة. لاحظ معي، راح نهضر فقط عن الانقطاعات. عندنا انقطاع الأول هو انقطاع موهو. إذا انقطاع موهو، أنا كتبت 2 أعماق، عمق 7 وعمق 30 كيلومتر. انقطاع موهو مثلا القشرة المحيطية تكون على عمق 7 كيلومتر، إذا موهو أسفل القشرة المحيطية يكون 7 كيلومتر، وانقطاع موهو أسفل القشرة القارية يكون على عمق 30 كيلومتر. واضح؟ إذا موهو 7 كيلومتر تحت القشرة المحيطية، وفي حدود 30 كيلومتر أسفل القشرة القارية. انقطاع غوتنبرغ على عمق 2900، يعني هو انقطاع يفصل بين البرنوس، وبالضبط البرنوس السفلي، والنواة الخارجية. إذن هذا الانقطاع الثاني. الانقطاع الثالث يوجد بين النواتين، يفصل النواة الخارجية عن النواة الداخلية، انقطاع ليمان على عمق 5100 كيلومتر. الآن للإشارة فقط، إلى أنه قلت سابقا إلى أنه توجد هذه 3 انقطاعات فقط، انقطاع موهو، انقطاع غوتنبرغ، وانقطاع ليمان. وهذه نفسها كي عرفناها من خلال الانقطاعات، عفوا من خلال فقط عفوا التغيرات المفاجئة لسرعة الموجات الزلزالية بي و اس من خلال وثيقة 9 صفحة 277. إذن هذه فقط الانقطاعات. يعني التلميذ الذكي يقدر اليوم يدمج الوثيقة هذه والوثيقة اللي درتها في الفيديو الأول. يعني يروح بار اكزومبل العمق 7 العمق 30 يدير انقطاع موهو، عمق 2900 يقول هذا كيسموه انقطاع غوتنبرغ، واذا سئلت عن الانقطاع الموجود على مستوى 5100 فهو يسمى انقطاع ليمان. الان لاحظ معي هذا الجدول فقط، اذا الجدول هذا راح نوضح فيه الانقطاعات 3، عمق كل انقطاع، ونوع كل انقطاع، والموقع لكل انقطاع. نبدأ بانقطاع موهو. إذا انقطاع موهو هو قلت انقطاع يوجد في عمق حوالي 7 كيلومتر تحت القشرة المحيطية، وحوالي 30 كيلومتر تحت القارة. موهو نوع الانقطاع كيميائي. واحد يقول كيفاش كيميائي؟ هاي نرجع معليش. انقطاع موهو هنا القشرة الأرضية صلبة، والقشرة أو البرنس
كيف قلت عليه صلب، يعني ما كاش اختلاف في الحالة الفيزيائية، بصح كاين اختلاف في الصخور. مثلا القشرة القارية فيها صخر يسمى الجرانيت، والمحيطية صخر البازلت والجابرو، في حين أنه الريداء أو البرنوس بصخر البيرودوتيت. شفت أنه فيزيائيا متشابهان يسمى صلب صلب، ولكن كيميائيا مختلفان. إذن انقطاعه هو انقطاع كيميائي وليس انقطاع فيزيائي. واضح؟ إذن قلت نوع انقطاع كيميائي. الموقع الآن أين يقع انقطاعه؟ هو الانقطاع الذي يفصل بين القشرة الأرضية والبرنوس. الانقطاع الثاني سمي انقطاع غوتنبرغ. إذن كما لاحظنا يوجد في عمق حوالي 2900 كيلومتر. الآن نوع الانقطاع هذا هو انقطاع فيزيائي وكيميائي في نفس الوقت. دوك نرجع لها. إذن الموقع هو انقطاع يفصل البرنوس، وبالضبط البرنوس السفلي والنواة الخارجية. هاي نعود نرجع باش نفهم فقط نوع انقطاع غوتنبرغ، لماذا قلت عليه أنه فيزيائي وكيميائي. لاحظ معي، ها هو البرنوس السفلي وهاي النواة الخارجية. علاش قلنا انه انقطاع غوتنبرغ انقطاع نوعه فيزيائي؟ باسكو البرن السفلي صلب والنواة الخارجية سائلة، هذا اختلاف فيزيائي، اذا هو انقطاع فيزيائي. هذه الاولى. الريدة والا البرنوس، هنا البلاصة هذه عندنا صخر البيريدوتيت، وهنا عندنا عناصر معدنية مثل النيكل الحديد والكبريت، وهو اختلاف في الطبيعة الكيميائية، لذلك سمي وسمي انقطاع غوتنبرغ، وأعطيناه وقلنا أنه هو من نوع فيزيائي وكيميائي فقط. الآن نعود، قلنا غوتنبرغ يفصل البرنوس من الخارجية. الانقطاع الأخير انقطاع ليمان. انقطاع ليمان قلت هو الانقطاع الذي يتواجد في عمق حوالي 5100 كيلومتر. الآن نوع الانقطاع ليمان هو انقطاع فيزيائي، دوك نفصل فيها. الموقع يفصل بين النواة الخارجية والنواة الداخلية. تلميذ ذكي اللي هنا، عرفنا بالنواة الخارجية من طبيعة فيزيائية سائلة، أما النواة الداخلية صلبة. هنا اختلاف طبيعة، شكون؟ طبيعة الفيزيائية، لذلك سمي انقطاع ليمان لذلك قلنا أنه انقطاع ليمان هو انقطاع نوعه فيزيائي. هذا فقط، ركز فقط على هذا الجدول، لأنه الجدول هذا يلخص لك انقطاعات ثلاثة، العمق كيف النوع والموقع. الآن الخلاصة الإجمالية لفيديو نهار اليوم. إذن بفضل دراسة منحنى تطور سرعة انتشار الموجات الزلزالية بي و اس، نستطيع تقسيم الكرة الأرضية إلى الأجزاء التالية. أول جزء هو القشرة الأرضية، ثم البرنس، المعطف، الرداء، الوشاح، هذه الأسامي الأخرى ليه، النواة الخارجية والنواة الداخلية. مع تواجد ثلاث انقطاعات تفصل الطبقات السابقة الأربعة هذه، اللي هي انقطاع موهو 7 تحت المحيط و30 تحت القارة، غوتنبرغ على عمق 2900 كيلومتر، وليمان على عمق 5100 كيلومتر. كان هذا كل شيء بالنسبة لنهار فيديو نهار اليوم. لذا كالعادة شكرا على المتابعة، وفقكم الله جميعا لما يحبه ويرضى، مع دائما تحيات الأستاذ الربحية خير الدين. كما قلت سابقا وأعد اليوم، يعني من الأفضل أنه كل تلميذ وكل طالب يحمل سيالة وكراس ويقوم بتدوين جميع المعلومات التي ذكرتها في الفيديو الأول والفيديو الثاني. شفتوا اليوم بار اكزومبل في الفيديو الثاني، كنا قد اعتمدنا بزاف على الفيديو الأول. يعني حب يقول الفيديو الأول هو الفيديو الثاني هو تكملة الأول، وفيديو الثالث راح نديره على يومين ولا ثلاثة إن شاء الله، راح يكون تكملة على الفيديو تاع الفيديوين الأول والثاني. لذلك أرجو من الطلبة، يعني جميع الطلبة، طلبة مدرسة بصمتي، وإلا
طلبتي وإلا أي طالب وإلا أي تلميذ في ربوع الوطن، إذا كان عندك استفسار تقدر تخلي تعليق، يعني كومنتار تخليه تكتب فيه السؤال تاعك، وإن شاء الله إن شاء الله في غضون أيام سأقوم بالإجابة على هذا السؤال. وشكرا، وفقكم الله لما يحب ويرضى. السلام عليكم.